مشاهدينا، يدق قطاع الاتصالات في لبنان ناقوس الخطر، حيث يواجه وضعا صعبا كغيره من القطاعات الأخرى التي تأثرت بانهيار الليرة اللبنانية والأزمة المالية بعد أن كان في وقت من أوقات الرخاء مصدرا يدر إيرادات كبيرة. أصبحت التكلفة الأكبر لشركتي ألفا وتاتش المحتكرتين للقطاع، واللتين عادتا إلى أيدي الدولة عام 2020 في الإنفاق على المولدات لتشغيل الشبكة المتعثرة. كانت عائدات قطاع الاتصالات في انخفاض مستمر قبل الأزمة وسط حديث عن فساد ممنهج، لكن وزارة الاتصال ترى أن تأثير الانهيار الاقتصادي بات أكبر كثيرا من تأثير الفساد على القطاع. قطاع الاتصالات يكافح للاستمرار وتوفير الخدمات للبنانيين، بينما يئن تحت وطأة أزمة لم يسلم منها أحد، لتضاف اليوم إلى معاناته سرقة الكابلات، معضلة تتصاعد على وقع الاضطراب الاقتصادي والمعيشي. نحن هلأ عم نشتغل كرايسيس مانجمنت، يعني هي تعطل يتركضوا شوفوا شو بدنا نعمل، هي تعطل يتركضوا شوفوا شو بدنا نعمل، من دون ما نقدر ناخد نطلع عن بعيد عن المشكل ونشوف شو الحلول الإجمالية، لأنه قد ما ملتهيين بأمور يومية. اعتاد هذا القطاع الحيوي أن يدفع رواتب موظفيه وإيجارات مكاتبه ويدعم البنى التحتية، لكن مع تراجع الإيرادات أصبحت الكلفة الأكبر لشركتي الاتصالات تخصص للإنفاق على المولدات لتشغيل الشبكة المتعثرة بعد أن أدت الأزمة الاقتصادية في البلاد إلى انهيار الليرة وانقطاع التيار الكهربائي باستمرار. نحن معودين نحول فائض إيراداتنا على الدولة. اللي بخاف منه أنه نوصل لمطرح اللي هو قريب جدا، يعني ما عم نحكي فترة زمنية كتير بعيدة، إذا ما عدلنا بالتعرفة تبعيتنا نصير بدل ما نحول نصير نعوز من الدولة مصاري. هيدي بالنسبة إلي بيكون بداية نهاية القطاع إذا هالشي صار، وهالشي لازم نعمل بجهد إنه ما يصير. بينما تتنافس شركات الاتصالات في العالم من أجل الحصول على عروض أفضل للمشتركين، تسعى شركتا الاتصالات اللبنانية لإبقاء الهواتف المحمولة في الخدمة وإيقاف سرقة الكابلات التي باتت ظاهرة معتادة. القطاع الخاص عم بيعاني منها حاليا، اكيد نحن عم نعاني منها، سرقة بطاريات، سرقة كل شيء، كابلات الى اخره. هلا اليوم سمعت انه كمان في سرقه صايره، كل يوم عم نقدم شكاوى نحن، لدرجه انه عم نتواصل حتى مع رؤساء البلديات هلا بالوقت الحاضر لنطلب منهم المساعده بهالموضوع. انقطاع الانترنت والاشاره الضعيفه سمة من سمات الحياة اليومية في لبنان، وتوقعات بمزيد من تدهورها مع تعطل الخوادم وغياب ما يقرب من نصف القوى العاملة بشركتي الاتصالات عن وظائفهم.